السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، معكم ميس زينب زكي، مدرسة المواد الفلسفية من منصة إيديوفيرس. إن شاء الله النهاردة هيكون معانا مراجعة شاملة للفلسفة للصف الأول الثانوي. هنتكلم تفصيليا يا شباب عن مبادئ التفكير العلمي. طيب، أولا هنتكلم عن معنى العلم وأخلاقيات العلم. بس مبدئيا يا شباب، احنا عاوزين نعرف اصلا العلم اتنشأ ازاي. الله سبحانه وتعالى اودع في النفس البشرية حب الفضول وحب التساؤل الدائم، ان الانسان عاوز يعرف ويبحث عن التفسيرات الكونية المتواجدة حوله، ويحاول يعرف الظواهر دي اصلها عبارة عن إيه. ومن هنا اتنشأ العلم وتكون العلم. وزي ما احنا عارفين يا شباب إن العلم دائما استمراري ومتطور، دائم النمو والتطور. طيب، هنتكلم تفصيليا أيضا عن معنى العلم. طيب، العلم يا شباب اختلف مفهومه من عصر لآخر ومن مجتمع لآخر، وبالتالي أنا عندي تعريف لغوي لكلمة العلم وتعريف إصلاحي. مبدئيا تعالوا بينا نتكلم عن التعريف اللغوي. التعريف اللغوي لكلمة العلم يا شباب، معناها في اللغة الإنجليزية science اشتقت من الفعل اللاتيني scire. تاني، معناها في اللغة الإنجليزية science اشتقت من الفعل اللاتيني scire بمعنى أن يعرف. وفي هنا سؤال بيتكرر، كلمة العلم أصلها لاتيني روماني يوناني. بقى يا شباب، أصلها لاتيني بمعنى أن يعرف، وتدل على البناء المعرفي الصارم الموجود في علمي الطبيعة والكيمياء. طيب، إيه هو علم الطبيعة؟ علم الطبيعة ده يا شباب علم الفيزياء، وهنتكلم عنه تفصيليا. طب تعالوا ننتقل أيضا لكلمة العلم معناها إيه في اللغة العربية. كلمة العلم معناها في اللغة العربية شباب النشاط العقلي أو الدرس العقلي. تاني، النشاط العقلي أو الدرس العقلي بمعنى إنسان دايما بيفكر، دايما عنده نشاط عقلي، عاوز يكتسب المعرفة، فبيكون من خلال نشاط الإنسان العقلي، بيكون من خلال التفكير الدائم. تعالوا برضو ننتقل لمجموعة من الفقهاء اقتصروا في استخدام كلمة العلم على أصول الدين والفقه والتفسير فقط. طيب، ليه هما كان تفكيرهم مقتصر إن احنا نستخدم كلمة العلم في أصول الدين والتفسير والفقه؟ وقتها كان في علوم متعددة وبدأ يحصل مشاكل، لذلك اقتصارهم فقط إن كلمة العلم مختصة بأصول الدين. طب من هم العلماء؟ ببساطة عندي ابن حنبل وابن تيمية. يعني يا شباب، ابن حنبل وابن تيمية قاموا باستخدام كلمة العلم واقتصروها فقط على أصول الدين التفسير والفقه. يلا بينا بقى على التعريف الاصطلاحي والمعنى الاصطلاحي لكلمة العلم. طيب، إيه هو المعنى الاصطلاحي لكلمة العلم؟ المعنى الاصطلاحي يا شباب بيكون مكون عندي من موضوع ومنهج ونتائج تطبيقية، وده هنتكلم عنه تفصيليا دلوقتي. والتعريف الاصطلاحي تم صياغته في الثلث الأول من القرن التاسع عشر في أوروبا، تاني في الثلث الأول من القرن التاسع عشر في أوروبا. طيب، هو مكون من إيه؟ هو ليه تعريفات متعددة منها الموضوع. طيب، الموضوع بالنسبة للعلم التعريف الاصطلاحي بيهتم بإيه؟ بيهتم يا شباب بدراسة الوقائع والظواهر الحسية اللي من خلالها ببدأ إن أنا أوصل لقوانين تتحكم في الظواهر. والموضوع يا شباب بيهتم بكافة الظواهر الحسية المتواجدة، والظواهر طبعا ليها انقسامات وهنتكلم عنها دلوقتي. ممكن إنها تكون ظواهر طبيعية، ممكن إنها تكون اختصاصها علوم بيولوجية أو علوم اجتماعية. يبقى تاني، المهم هنا عندي إن الموضوع بيهتم بالظواهر الحسية، وزي ما احنا عارفين إن العلم مادي جزئي. طيب، هو يعني إيه مادي جزئي؟ ببساطة خالص يا شباب، رجل العلم بيكون ليه اختصاصات محددة، العلم جزئي محدد. ممكن بيهتم بالطبيعة زي الفيزياء والكيمياء، علماء خاصين في علم الطبيعة، علماء متخصصين في علم الكيمياء.
ممكن ببساطة خالص العلوم البيولوجية كنمو الإنسان، الحيوان، النبات، زي مثلا ظاهرة تمثيل بناء الضوئي. العلوم النفسية والاجتماعية، طيب العلوم النفسية والاجتماعية زي مثلا علم النفس، زي مثلا علم الاجتماع، مختص بالأفراد، مختص بالجماعات الاجتماعية، مختص بالمجتمعات، بالنظم الاقتصادية. فدايما يكون عندنا فكرة إن العلم تخصصي وجزء. طيب حد هيقول لي دلوقتي يا مس انت قاعدة بتكلمينا عن الظواهر، هل الظواهر دي مقسمة عندي؟ أيوة يا شباب، الظواهر مقسمة إلى 3 مراكب. أول مرتبة معايا الدرجة الأولى من العمومية اللي هي قمة العمومية، تاني مرتبة معايا الدرجة الثانية من العمومية ودي اختصاصها العلوم البيولوجية، الدرجة الثالثة ودي نهاية العمومية واختصاصها العلوم الحديثة زي علم النفس وعلم الاجتماع، العلوم الاجتماعية أو النفسية. يبقى تاني يا شباب، المرتبة الأولى تختص بالعلوم الطبيعية زي الفيزياء والكيمياء، وبيأتي عندي في المقدمة علم الفيزياء. علل علم الفيزياء من العلوم الطبيعية اللي بتأتي في مقدمة العلوم. ليه؟ لأن ببساطة خالص يا شباب الفيزياء بتهتم بإطار الكون كله، مجرات، كواكب، فعلم الفيزياء أرقى علم فيهم. يبقى تاني يا شباب المراتب مهمة ناخد بالنا منها لأن بيجي عليها أسئلة كتير، والمراتب بتصنف ظواهر، والظواهر من حيث ايه؟ من حيث الموضوع، تمام، بالنسبة للتعريف الاصطلاحي لكلمة الحمض. تعالوا بينا برضو ننتقل للجزء الثاني والجزء الثالث من التعريف الاصطلاحي. طيب عندي هنا مثلا المنهج، انا اتكلمت في الموضوع. طيب المنهج بالنسبة للتعريف الاصطلاحي لكلمة العلم عبارة عن ايه؟ المنهج يا شباب دي الطريقة اللي بينتج بيها رجل العلم مجموعة من القوانين. طيب هو بينتج القوانين من خلال ايه؟ من خلال الملاحظة والتجريب. تاني نركز في الكلمتين دول يا شباب، رجل العلم بيعتمد على الملاحظة والتجربة عشان ينتج قوانين تتحكم في الظواهر. عندنا هنا مثال بسيط زي المنهج الاستنباطي المختص طبعا من اختصاصات علم النفس. عندنا مناهج متعددة وكل منهج ليه تقسيم معين ومحدد. طيب تعالوا برضو نتكلم عن الشق الثالث، هو عبارة عن النتائج التطبيقية. طيب النتائج التطبيقية عبارة عن ايه؟ النتائج التطبيقية يا شباب دي النتائج اللي بينعم بيها الإنسان في حياته اليومية، وليكن مثلا عندي زي وسائل المواصلات زي مثلا الآيباد، كلها نتائج العلم، ويعني النتائج دي حصرة لها متعددة وكتير جدا. تعالوا بينا ننتقل لهدف العلم. طيب ايه هو هدف العلم؟ هدف العلم يا شباب ان الانسان يحاول ان هو يسيطر ويتحكم في العالم من خلال تجنبه للاخطار الطبيعية. زي ايه مثل الاخطار الطبيعية؟ زي البراكين، زي الزلازل، زي الفيضانات. فإن الإنسان دايما عايز يسيطر على العالم لأن طبعا الأخطار دي بتهدد الجنس البشري وبتعرضه طبعا للانقراض. طيب هنتكلم في الجزء التاني يا شباب إن العلم ليه جانبين. طيب إيه هما الجانبين دول؟ عندي جانب نظري وجانب تجريبي. تاني يا شباب اتكلمنا خلاص في التعريف اللغوي، التعريف الاصطلاحي، اتكلمنا أيضا إن التعريف الاصطلاحي بيضم أول شق الموضوع وبيضم تاني عنصر معايا هو المنهج، وتالت عنصر النتائج التطبيقية. بنتكلم دلوقتي برضو عن هدف العلم سريعا لأن بيجي عليه أسئلة كتير. طيب بالنسبة بقى إن العلم ليه جانبين، الجانب النظري دولت علماء متخصصين في التنظير العقلي، بمعنى إن هما وضعوا أسس ومبادئ للنظريات الخاصة بيه. طيب زي مين؟ زي نيوتن، أينشتاين، وداروين، وأرخميدس. طيب الجانب التجريبي بقى يا شباب، الجانب التجريبي دولت علماء متخصصون في تكنولوجيا التجربة. يعني إيه متخصصون في تكنولوجيا التجربة؟ يعني ببساطة الفرصة أتيحت لهم إن هما يدخلوا معامل، يبدأوا يجربوا، يبدأوا يكون عندهم تحكمات كمية في الأشياء. عندي زي جاليليو
قام بتصوير التلسكوب، وأديسون مخترع المصباح الكهربائي، والأخوان رايت قاموا باختراع الطائرة، وما ننساش طبعا شباب العلامة دكتور أحمد زويل مخترع الفيمتو ثانية. ده طبعا عالم من العلماء اللي استخدموا الجانب التجريبي في تكنولوجيا التجربة. تعالوا بينا ننطلق إلى الأسئلة. أول سؤال معانا: الاعتماد على الملاحظة كخطوة أولى في دراسة حاسة السمع قدرة في التمييز بين الأصوات المختلفة، من حيث أن الحاسة بتعتمد على الخلايا الحسية وبتحتفظ بالصوت أو الذبذبات، يعبر ذلك عن معنى العلم. من حيث طب شوف، ذكرت لي كده أنا عندي مفتاح للسؤال، الملاحظة. أنا كنت بتكلم على شيء من شوية بيضم الملاحظة وبيضم التجريب، طيب اللي هو عبارة عن ايه؟ طبعا بنتكلم عن المنهج. تاني شباب، المنهج ده الشق التاني من التعريف الاصطلاحي لكلمة العلم. طيب تعالوا على السؤال التاني: العالم الذي يقوم بدراسة منهجية لكل ما يحدث للفرد بغض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه، يصنف ذلك من ضمن العلوم هل الطبيعية، هل الاجتماعية أو البيولوجية أو الفيزيائية؟ طيب هو بيدرس بطريقة منهجية الأفراد، الجماعات الاجتماعية اللي هو طبعا العلوم الاجتماعية شباب، اللي بتهتم بالمجتمعات وبتهتم بالأفراد وبالجماعات الاجتماعية. نستكمل الأسئلة. السؤال الرابع: دراسة الإنسان لظاهرة تعامد الشمس على خط الاستواء. تعامد الشمس على خط الاستواء بيحدث فيها شباب تساوي الليل بالنهار، طيب دي من ضمن ايه؟ دي طبعا ظاهرة طبيعية، واتكلمنا ان الظواهر عندي شيء كده بيضم الظواهر ايا يعني يكن بقى طبيعية بيولوجية نفسية او اجتماعية، طبعا هيكون ايه الموضوع. السؤال الخامس: عملية تقويم المنشآت المقامة بالفعل او ترميمها وازالتها في حالة عدم صلاحيتها للتقليل من نتائج الاعاصير. طيب تعالوا هنا نتعمق في السؤال، نتائج الاعاصير اللي هو ايه؟ عندي هنا اخطار طبيعية، طيب الإنسان بيقوي المنشآت، يبقى ده طبعا يا شباب بنتكلم عن إيه؟ عن هدف العلم. طيب نستكمل السؤال السادس: اختراع الهاتف المحمول يعكس ذلك مفهوم العلم، من حيث هل اللغة أو الموضوع أو النتائج التطبيقية أو المنهج. طيب اختراع الهاتف المحمول، ده جهاز أنا بستخدمه، يبقى إيه يا شباب؟ حاجة تطبيقية، هيكون إيه؟ طبعا هنا بتكلم عن النتائج التطبيقية. طيب السؤال السابع: يصر العلماء على ضرب واضح المعاني للوصول إلى القوانين والنظريات المختلفة. توصف العبارة معنى العلم، من حيث هل الموضوع أو المنهج أو النتائج التطبيقية أو اللغة. طيب هم عاوزين يا شباب يوصلوا القوانين، معنى كده إن ده إيه؟ طبعا ببساطة خالص هيكون استخدامنا للمنهج. يبقى تاني يا شباب، المنهج دي الطريقة أصلا اللي بينتج بيها رجل العلم مجموعة من القوانين والنظريات. السؤال الثامن: استهلاك الأطفال لساعات طويلة من الوقت أمام الإنترنت يقلل من تفاعلهم مع الآخرين مع المجتمعات ويؤثر على تطور السيكولوجي للأطفال. تصف هذه العبارة وتصف هذه الظاهرة هل قمة العمومية أو الدرجة الثانية أو نهاية العمومية اللي هي الدرجة الثالثة أو الدرجة الأولى؟ طيب استهلاك الأطفال وتفاعل الآخرين في المجتمع، يبقى ببساطة احنا هنا بنتكلم ايه عن الدرجة الثالثة يا شباب، يعني بنتكلم عن نهاية العمومية. ننتقل لسؤال آخر: تحدث ظاهرة قوس قزح أو تعد ظاهرة قوس قزح أحد الموضوعات التي يتناولها العلم بالدراسة وتصنف من ضمن العلوم. طبعا يا شباب ظاهرة قوس قزح هي ظاهرة من ضمن الظواهر الطبيعية اللي بتهتم بالظواهر الطبيعية المتواجدة زي الزلازل، البراكين، الفيضانات، السيول وهكذا. نستكمل السؤال العاشر: وضع ابن الهيثم مبادئ. يعني تعالوا كده نرجع بالتسجيل شوية، سبق واتكلمت عن المبادئ والأسس. مبادئ ووصف لآلة التصوير، يمثل هذا وصف العلم من حيث طبعا شباب اختيارنا هيكون الجانب النظري. طب ليه اخترنا الجانب النظري؟ زي ما قلت الجانب النظري وضع أسس
ومبادئ الجانب التجريبي بطبق على أرض الواقع. طيب، يهدف العلم إلى عيش الإنسان في سلام متجنبا الأخطاء. ناقش في ضوء دراستك لهدف العلم. هنا ببساطة خالص يا شباب، هدف العلم إيه؟ هدف العلم إن الإنسان يسيطر على العالم عشان يتجنب الأخطار والمخاطر الطبيعية المتوقعة. تعالوا برضو نتكلم عن مهام رجل العلم. إيه هي مهام رجل العلم أو وظائف رجل العلم؟ أول مهمة معايا يا شباب هي الوصف. طيب، يعني إيه الوصف؟ رجل العلم بيبدأ يصف المشاهدات الحسية المتواجدة. وليكن هنا عندي مثال بسيط خالص، زي مثلا الشمس. نصف الشمس كده إن الشمس عبارة عن نجم كروي بيحتوي على بلازما حارة متشابكة مع الفقد المغناطيسي بالشكل اللي احنا شايفينه. فرجل العلم بيصف المشاهدات والوقائع الحسية المتواجدة حوله. ممكن بقى زلازل، براكين، فيضانات، أيا يكن. تاني مهمة معايا، ودي مهمة التفسير. والتفسير يا شباب زي ما احنا عارفين هو العثور على علة سبب وقوع الشيء، ولكن هنا مثال بسيط زي الفيضانات سببها هطول الأمطار، زي البرق مثلا والرعد نتيجة تفريغ الشحنات الكهربائية الموجود في السحاب، زي مثلا وليكن ظاهرة التنمر. ظاهرة التنمر دي يا شباب بتحدث بسبب سمات شخصية والبيئة المحيطة بالفرد، ودي طبعا بتسبب إيذاء للنفس البشرية. بننتقل للمهمة الثالثة من مهام رجل العلم، وهي التنبؤ. طبعا شباب التنبؤ بيرتبط ارتباط وثيق بالتفسير. طب يعني ايه اصلا تنبؤ؟ التنبؤ هو عبارة ان العلماء بيتنبؤوا بيتكهنوا بحدوث حادث مستقبلي هيحصل في المستقبل، زي مثلا سقوط الأمطار، زي البرق والرعد. ان انت بتاخد معلومات دقيقة وبتتنبأ بالشيء ده ببساطة. مثلا عندي هنا مثال بسيط، إن العلماء توقعوا أن ينكمش الجليد القطبي سنويا مما سيؤدي إلى غرق العديد من الشواطئ. طيب، معنى كده إن التنبؤ عبارة عن إيه؟ إن التنبؤ يا شباب مرتبط إن هو تكهن بشيء هيحدث، ومرتبط بالتفسير. وزي ما اتكلمنا عن التفسير هو العثور على علة سبب وقوع الشيء. تعالوا برضو نتكلم عن صفات رجل العلم وأخلاقيات العالم. طيب، إيه هي صفات رجل العلم؟ دي الأخلاقيات يا شباب اللي يجب رجل العلم أن يتحلى بها. طيب، زي إيه؟ أول حاجة معايا الأمانة. طيب، هو إيه معنى الأمانة العلمية؟ الأمانة العلمية يا شباب رجل العلم لازم يكون عنده ضمير حي. طيب، ده بيكون من خلال إيه؟ الأمانة العلمية فيما يقدمه العالم من أدلة براهين. ببساطة خالص، رجل العلم أثناء عمل التجارب لازم يكون دقيق جدا، بحيث إن القوانين تكون دقيقة ومفيش فيها أي أخطاء. طيب، الأمانة العلمية أيضا يا شباب بالنسبة لرجل العلم بتتمثل في إيه؟ في نقل من الآخرين. ببساطة، العالم وليكن أخذ نظرية خاصة بنيوتن، لازم إن هو يذكر اسمه وإن النظرية دي تخص العالم نيوتن أو أرخميديس، أيا يكن أي عالم. فلازم إن احنا نذكر جهود العلماء اللي سبقونا. عندي هنا ببساطة خاصة شباب مثال، إن الباحث العلمي لابد أن يذكر المصادر اللي حصل منها على المعلومات عن بحثه. الأمانة برضو يا شباب في شكر من تعلم على أيديهم والاعتراف بفضلهم. إزاي؟ ببساطة، إن أنا ما كنتش شخص ناكر الجميل، لأ، لازم أشكر الأشخاص اللي اتعلمت على إيديهم واللي ساعدوني إن أنا أوصل للطريق الصحيح. عندي هنا مثال بسيط، زي احتفال الطلاب بإحدى المدارس بمعلمهم من خلال عمل حفل له لبلوغ سن المعاش، تقديرا طبعا لما يقدمه طوال فترة العمل. طيب، برضو من صفات رجل العلم يا شباب الدقة. طيب، الدقة بالنسبة لرجل العلم بتتمثل في ايه؟ أول حاجة في الكتابة العلمية، إن الكتابة العلمية لازم إنها بتعبر عن البحث العلمي، وبتكون من خلال الجمل الخبرية الواضحة والصحيحة، بنبعد كل البعد عن الجمل الإنشائية.
الجمل الإنشائية بتكون جمل ملونة. بمعنى إيه؟ بمعنى زي مثلا التعجب، التمني، الاستفهام. إنما لا، الجمل الخبرية واضحة وصريحة. وممكن أيضا يا شباب إن إحنا بنلجأ للغة الرياضيات، يبقى تاني لغة الرياضيات أو الجمل الخبرية الواضحة والصريحة، دي صفة من صفات الرجل العلم بتتمثل في الدقة. عندنا مثلا هنا مثال بسيط، قول درجة الحرارة، اليوم مرتفع أم منخفضة، طبعا لغة خاطئة وغير علمية وغير دقيقة. إنما بنحدد بالأرقام، بنستخدم لغة الرياضيات والدقة. أيضا يا شباب إن الرجل العلمي لازم يكون عنده إلمام بكافة جوانب البحث العلمي، يعني ما يخفلش إن هو ببساطة يبحث في جانب ويغفل عن الجانب الآخر، لا، لازم يكون عنده إلمام بكافة جوانب البحث العلمي دون إهمال أي جانب. طيب نستكمل صفات رجل العلم، ومنها طبعا الخيال. طيب إيه هو الخيال بالنسبة لرجل العلم؟ رجل العلم يا شباب بيستخدم الخيال إن هو طريق، وسيلة إن أنا أستكشف كل الحقيقة المتواجدة في الكون، مش غاية أو هدف. طيب ليه يا مس مش غاية أو هدف؟ لأن لو غاية أو هدف يا شباب أنا هيجي عند نقطة معينة أو ستيب معينة وهوقف، لا، البحث العلمي مستمر واستمراري ودائم النمو والتطور وتراكمي. بتاني يا شباب صفات رجل العلم، اتكلمنا الأمانة العلمية، اتكلمنا عن الخيال والدقة والروح النقدية برضو بالنسبة لرجل العلم، صفة من صفاته الروح النقدية بتتمثل في إن هو بينقد كل الأفكار والآراء. طبعا زي ما احنا عارفين النقد إن هو بيرفض أو بيقبل الفكرة بس بعد عمل فحص وتمحيص للمعلومات ويتأكد فعلا من صدقها. وأيضا يا شباب الروح النقدية بتضم إن العالم بيكون عنده المرونة إن هو يتقبل النقد الموجه إليه. نستكمل، عندي مثال بسيط، تخيل عباس بن فرناس بأنه يستطيع الطيران إذا امتلك جناحين، حتى تحقق ذلك على يد العلماء فيما بعد في اختراع الطائر. يلا بينا على الأسئلة. طيب أول سؤال معايا، القول بأن الحديد ينصهر عند تعرضه لدرجة حرارة عالية غير علمي، ولكن لابد من القول أن الحديد ينصهر عند درجة حرارة وليكن 100 درجة. طيب أنا هنا حددت ودققت واستخدمت لغة الرياضيات، يبقى دي ايه؟ طبعا دي صفة من صفات رجل العلم اللي هي الدقة يا شباب. الأمانة العلمية، الفكرة هنا مش مستوحاة من الأمانة العلمية، ولا الروح النقدية ان هو بينقد او بيتقبل فكرة، ولا الخيال ان هو بيستوحى بخيال. طيب نستكمل السؤال التاني، يختلف عن الأحلام فهو القدرة على صنع أحداث أثناء اليقظة. بنتكلم هنا عن أثناء اليقظة، ان الإنسان بيكون بكامل وعيه. تعكس العبارة السابقة احد صفات رجل العلم، وهي هل الدقة ولا الخيال ولا الروح النقدية؟ والاختيار الأخير الأمانة العلمية. هنا طبعا يا شباب بنتكلم عن استوحاء، يبقى بنتكلم عن ايه؟ عن الخيال. السؤال الثالث، اكتشاف العلماء لعنصر الجرمانيوم الذي توقع وجوده العالم مندليف بالجدول الدوري، يدل ذلك على احدى مهام رجل العلم، وهي هل الوصف، والاختيار التاني التنبؤ، الاختيار التالت التفسير، والاختيار الأخير التحكم. طب تعالوا كده على مفتاح السؤال، اكتشاف، يبقى ده ايه؟ ببساطة ده تنبؤ يا شباب. طب السؤال الرابع، اعترف المهندس المسؤول عن مشروع قومي بجهد من سبقوه في الإعداد لهذا المشروع رغم افتتاح هذا المشروع في عهده، يعني هو اعترف بجهد من سبقوه. بقينا بنتكلم طبعا يا شباب عن الأمانة العلمية. نستكمل السؤال الخامس، أخبرك صديقك عن رؤيتك للمعوقة وكأنها مكسورة عند وضعها في كوب بماء، يطبق موقفك إحدى مهام رجل العلم. طيب هو أخبره إن هو رأى ملعقة في كوب ماء وإنها منكسرة. طيب ده بيدل على إيه؟ وصف ولا تفسير؟ طبعا وصف. طيب ليه وصف يا شباب؟ لأن التفسير أنا عاوز أعرف بقى السبب لانكسار إيه. تمام. طيب السؤال السادس، تنخفض درجة الحرارة درجة مئوية واحدة كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر مسافة 150 متر، نستنتج من هذه المعلومة إحدى صفات رجل العلم. طب ذكر لي هنا رقم مستوى درجة سطح البحر، درجة مئوية،
احنا هنا بنتكلم عن ايه بقى؟ بنتكلم طبعا شباب عن الدقة زي ما ذكرت، بنستخدم لغة الرياضيات او الجمل الخبرية الواضحة والصريحة. طيب السؤال السابع، الكشف عن المعنى الباطن والحقائق في امر ما. طب ان الشيء ده يا شباب، بنتعمق في الشيء ده، بيشير العبارة لإحدى مهام رجل العلم. تعمق إن أنا عاوز أوصل الشيء ده عبارة عن إيه، عاوز أفسر، يبقى طبعا اختيار التفسير. السؤال الثامن، العلم دون ضمير هلاك للروح، حل المقولة السابقة في ضوء دراستك لصفات رجل العلم. العلم دون ضمير، لسه متكلمة دلوقتي عن ضمير العلماء. هنا بنتكلم طبعا يا شباب عن الأمانة العلمية فيما يقدمه من أدلة وبراهين وفي نقل من الآخرين، والأمانة في شكر من تعلم على إيه. السؤال، اذكر التعريف الاصطلاحي لكلمة العلم. طبعا يا شباب هنتكلم مبدئيا عن الموضوع، ودي عبارة عن دراسة الظواهر الحسية. هنتكلم عن المنهج، دي الطريقة اللي بينتج بيها رجل العلم مجموعة من القوانين. هنتكلم عن النتائج التطبيقية، ودي النتائج اللي بينعم بيها الإنسان في حياته. تعالوا بينا نتكلم عن خصائص المعرفة العلمية أو مميزات المعرفة العلمية. طيب إيه هي مميزات المعرفة العلمية؟ ببساطة يا شباب، أول ميزة معايا وهي العقلانية. طيب يعني إيه العقلانية؟ رجل العلم لازم يكون عنده جراءة عقلية وإقدام على فعل الشيء أثناء البحث العلمي. نلاقي علماء كتير بيدرسوا فيروس كورونا وإزاي يقضوا عليه، عندهم جراءة عقلية. وده طبعا تمثل في مثال بسيط خالص زي إعلان جاليليو لنظريته حول الأرض، ده طبعا كان جراءة عقلية منه. مركز الكون تواجد في الأرض، لا مركز الكون طبعا كان فيه علماء في بيقولوا إن مركز الكون هو الشمس وهكذا. فده بيدل على إيه؟ بيدل على العقلانية. نستكمل. من ضمن برضو يا شباب خصائص المعرفة العلمية إنها تؤكد دائما إن ما نعلمه يعد قليلا بالنسبة لما لا نعلمه، يعني اللي احنا نعرفه قليل قوي بالنسبة للي احنا ما نعرفوش، بالنسبة للمجهول. يعني بيقال إن العلماء استكشفتهم من الكون كله حوالي 10% فقط، 90% مجهول والإنسان ما يعرفش عنه حاجة. نستكمل. من خصائص المعرفة العلمية أيضا يا شباب إنها بتتميز بأنها إنسانية. طب يعني إيه إنسانية؟ يعني هي تجرى في سياق إنساني تعاوني. وليكن مثلا أبسط مثال، مستشفى 57 357، الأطباء فيها بيتعاونوا طبعا لعمل العمليات، تقديم العلاجات لشفاء المرضى. فده بيعبر عن إيه؟ ده بيعبر عن المعرفة العلمية بتتميز بإنسانيتها. نستكمل أيضا من خصائص المعرفة العلمية يا شباب إن لكل منها الإطار النظري والفلسفي اللي بتنطلق منه، بمعنى إن كل نظرية ليها الإطار المخصص والمحدد ليها. وليكن مثلا نظرية نيوتن، ما ينفعش أقارنها بنظرية أينشتاين، نظرية أرخميدس، ما ينفعش أقارنها مثلا بنظرية داروين. كل نظرية محتفظة بالإطار الخاص بيها. نستكمل خصائص المعرفة العلمية. أيضا يا شباب بتشترك جميع فروعها في أساسيات البحث العلمي. طيب ثواني، هو إيه الفروع؟ فروع العلم أو المعرفة العلمية؟ كيمياء، فيزياء، أحياء، جيولوجيا. طب إيه هي أساسيات البحث العلمي؟ أساسيات البحث العلمي يا شباب دي الملاحظة والتجربة، واللي بتساعدني في الحصول على الدليل والبرهان القاطع، وبيكون عبارة عن قانون. احتمالية برضو يا شباب، لأن المعرفة العلمية ما بتقدمش خبر قاطع أو نهائي. ممكن مثلا وليكن تسمع في النشرة الإخبارية إن غدا تساقط الأمطار، ويجي الغد بتلاقي ارتفاع في درجة الحرارة. طيب بسبب إيه؟ بسبب إن المعرفة العلمية احتمالية، يعني مش يقينية 100%، لأ وارد جدا إن يحصل تغيرات، وده طبعا اللي بنعيشه وبنشوفه. أيضا من خصائص المعرفة العلمية إن هي تراكمية. يعني إيه تراكمية؟ يعني هي دائمة النمو والتطور. ولنتخيل مثلا إنها عبارة عن برج مشيد، لازم إن أنا بطلع بالبرج ده على طول في نمو، في تطور، في استمرارية في الموقف أو في الموضوع.
أيضا شباب من خصائص المعرفة العلمية إنها ذات جانب اجتماعي، إن هي بتتم وبتمارس في إطار اجتماعي، وليكن مثلا الاجتماعات الخاصة بالمدارس، اجتماع مثلا بأولياء الأمور لمناقشة أحوال الطلبة، فلازم الممارسة بتتم في إطار اجتماعي. خصائص المعرفة العلمية والمعرفة العلمية بيبدأ يحصل تبادل، أنا عاوز أعرف مثلا عن الطالب ده شيء معين، مثلا اجتماع رئيس قسم بالعاملين وهكذا. فيبقى يعني شباب بنتكلم خصوص المعرفة العلمية مهمة جدا، بتيجي كتير في الامتحانات، ليها مميزات المعرفة العلمية اللي بيمتلكها الإنسان، اتكلمنا إنها عقلانية، إن بتشترك جميع فروع أساس البحث العلمي، إنها بتعتمد إنها تراكمية، إنها احتمالية، إنها إنسانية، لكل منها الإطار النظري والفلسفي اللي بتنطلق منه، بتتم في إطار اجتماعي مستكمل. برضو يا شباب من خصائص المعرفة العلمية إن هي بتعتمد على التقدم. طب التقدم ده بيكون من خلال إيه؟ من خلال الصراع بين القديم والجديد والصواب والخطأ، زي مثلا إطلاق أول جهاز الهاتف المحمول، نزل نسخ كتير متعددة، بدأ يحصل تطورات وتحديثات. طيب ده أدى بإيه؟ أدى الإنسان بدأ يحصل تطور، دلوقتي الإنسان بيستخدم وليكن الأيباد، اللابتوب بالتاتش، جهاز الهاتف المحمول سمارت وهكذا، ففي تطور مستمر، في صراع ما بين القديم والجديد والصالح والخطأ. تعالوا بينا يلا على الأسئلة. أول سؤال، بعد مرور وقت على انتشار فيروس كورونا، خضعت الكثير من الدراسات التي قامت على التلقيح والتعديل بعد دراسة العديد من الجوانب التي لم تكن معروفة عنها من قبل، يشير ذلك إلى اثنين من خصائص المعرفة العلمية وهما، تعالوا كده يا شباب، بيقولي هنا بيكلمني عن انتشار فيروس كورونا. طيب هل نعرف معرفة كاملة ايه هو الفيروس ده وازاي يكون فيه وقاية؟ احنا بدأنا نفسر الفيروس عبارة عن ايه، بس ما توصلناش لحل نهائي ان هو يقضي على الفيروس، يعني كده المعرفة العلمية قليلة. طبعا جراءة علمية كبيرة جدا من العلماء انهم يدرسوا الفيروس، فمعنى كده يا شباب الاختيار الافضل طبعا العقلانية، ومن علمه يعد قليل بالنسبة لما نعلمه. طيب ليه اخترنا العقلانية مثل في الجراءة؟ طيب السؤال التاني، مقولة الفيلسوف باشلر ان تاريخ العلم هو تاريخ اخطاء العلم، يعبر ذلك عن تراكمية ولا اجتماعية ولا إنسانية ولا بتعتمد على الخيال؟ نركز كده، تاريخ العلم هو تاريخ أخطاء العلم. طيب معنى كده إن العلم ليه تاريخ، عبارة عن شيء يا شباب، عبارة عن شيء تراكمي. نستكمل السؤال الثالث، يقول أحد العلماء إن اليقين في المعرفة العلمية ضرب من المحال، تدل المقولة على إن المعرفة العلمية تتصف به، ولكن المعرفة العلمية إن أنت توصل للفكرة إنها تبقى يقينية 100% ده ضرب من ضروب المحال، معنى كده المعرفة العلمية احتمالية. السؤال التالي، يدرس طلاب العلم في الجامعات مادة بعنوان مناهج البحث، تشير العبارة إلى إحدى خصائص المعرفة العلمية، وهي هل إنها تراكمية ولا احتمالية ولا إنسانية ولا تشترك في أساسيات البحث العلمي؟ طبعا يا شباب مناهج البحث ببساطة خالص، وليكن الملاحظة والتجريب، طبعا مشتركة ما بين الكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا، طبعا هنختار تشترك في أساسيات البحث العلمي. نستكمل الأسئلة. النظرة الأحادية للأمور تتنافى مع أحد صفات رجل العلم. طبعا شباب النظرة الأحادية للأمور، رجل العلم بينظر للبحث العلمي من منظور واحد فقط. طب احنا اتكلمنا عن صفة انه بيكون عنده إلمام بكافة جوانب البحث العلمي، وهي طبعا الدقة. طيب السؤال السادس، تقبلت رأي أستاذك بأن الخطوات التي تتبعها في بحث غير كافية ويتوجب عليك عمل البحث بملاحظات جديدة، يشير ذلك إلى أحد صفات رجل العلم. طبعا يا شباب إن أنا أتقبل النقد الموجه إلي، ده بيكون من خلال الروح النقدية. السؤال السابع،
ظهرت روايات كثيرة عن المركبات الفضائية والتحكم بذلك من خلال اختراع الصواريخ والوصول إلى الفضاء. يمثل ذلك إحدى صفات رجل العلم مع شباب. روايات بتتكلم عن مراكب فضائية فعلا توصلوا من خلال اختراع الصواريخ وتوصل للفضاء. طبعا هنا نختار الخيال. السؤال التاسع، استخدام الألفاظ والمصطلحات لها دلالة كمية في الأبحاث يشير ذلك إلى إحدى صفات رجل العلم وهي دلالة كمية. نركز كده مع بعض، إيه اللي كنا بنستخدمه يا شباب دلالة كمية وده بيعبر عن صفة من صفات رجل العلم؟ طبعا هنا بنتكلم عن الدقة. طيب السؤال العاشر، الإنسان مهما بلغ علمه ومعرفته لا أن يصل إلى المعرفة الكاملة، يدل ذلك على إحدى خصائص المعرفة العلمية. يعني مهما بلغ علمه ومعرفته مش هيوصل للمعرفة الكاملة. طيب يعني اللي نعرفه قليل قوي بالنسبة للي إحنا منعرفوش أو اللي إحنا بنجهله. طيب ما هي صفات رجل العلم يا شباب؟ طبعا أبسط صفتين الأمانة العلمية والدقة، طبعا عندي الخيال والروح النقدية. تعالوا بينا بقى على الباب التاني وهو التفكير العلمي. طب التفكير العلمي عبارة عن ايه؟ التفكير العلمي يا شباب هو عبارة عن عملية عقلية بيقوم بها الفرد لفهم العالم المحيط بيه، وان انا ان الانسان يبدأ يقدر يحل المشاكل اللي بتواجهه ويوجد لها حلول. طيب في هنا سؤال، هل التفكير العلمي بس مقتصر على العلماء والفقهاء لا، التفكير العلمي بيستخدمه الإنسان في تنظيم شؤون حياته اليومية. تاني يا شباب، التفكير العلمي بيستخدمه الإنسان في تنظيم شؤون حياته اليومية. طيب في برضه يا شباب عندي مجموعة من مبادئ التفكير العلمي. طيب إيه هي مبادئ التفكير العلمي؟ عندي يا شباب ببساطة 3 مبادئ بتتكلم عن التفكير العلمي. أول مبدأ معايا، مبدأ استحالة تأكيد الشيء ونقيضه في آن واحد. طيب معناه إيه؟ ببساطة ما أقدرش أقول إن الشخص ده ميت وحي في نفس الوقت. اللي هو إزاي؟ ما أقدرش أقول إن الشخص ده جسم مادي متواجد معايا وفي نفس الوقت مش متواجد. إزاي؟ طيب تاني مبدأ معايا يا شباب، إن لكل حادث سبب. وجود الإنسان على الأرض، الله سبحانه وتعالى خلقه لتعمير الأرض، سبب موجه ومحدد. تالت مبدأ معايا شباب، إن من المحال أن يحدث شيء من لا شيء. ما أقدرش أقول مثلا إن المعادن بتتمدد من تلقاء نفسها، لازم مثلا في وجود حرارة، ده بيؤدي إلى تمدد المعادن. تاني يا شباب 3 مبادئ ممكن يجي على أسئلة في الامتحانات، مبدأ استحالة تأكيد الشيء ونقيضه في آن واحد، مبدأ إن لكل حادث سبب، مبدأ إن من المحال أن يحدث شيء من لا شيء. تعالوا برضو نتكلم عن خصائص التفكير العلمي. طيب إيه هي خصائص التفكير العلمي؟ خصائص التفكير العلمي شباب مميزات التفكير العلمي، ولازم نفصل بين خصائص المعرفة العلمية اللي بيمتلكها الإنسان وخصائص التفكير العلمي بوجه عام. طب الخصائص دي بتكون عبارة عن إيه؟ ممكن مثلا يا شباب عندي إن التفكير العلمي تفكير هادف، التفكير منظم ومقصود بظاهرة محددة، وليكن مثلا استخدامك للهاتف المحمول ممكن إن أنا بستخدمه كجانب إيجابي في التواصل مع الأقارب مع الأهل وهكذا. فالتفكير العلمي تفكير هادف. برضه يا شباب من خصائص التفكير العلمي الحرية، الرجل العلمي بيكون ليه مطلق الحرية في اختيار موضوع البحث، وليه مطلق الحرية في إنه ممكن يعدل النظريات بس بناء على أدلة وبراهين، وليه مطلق الحرية يا شباب النظريات دي اختياره لأي نظرية هو عايز أو اختياره لأي موضوع بحث، ليه مطلق الحرية ده. طيب عندي برضو من خصائص التفكير العلمي الاستمرارية، التفكير العلمي دايما مستمر، الإنسان دايما يتطور، دايما بيحاول إنه يستكشف، عايز يعرف كل جديد. ومن خصائص التفكير العلمي أيضا يا شباب العمومية. طب يعني إيه العمومية؟ ودي كانت ضلع مشترك في الترم الأول وفي الترم التاني. الترم الأول كان مهارات التفكير الفلسفي، والترم التاني بيكلمني عن خصائص التفكير العلمي. طب العمومية معناها إيه؟ عمومية معناها الشيء الكلي، إدراك العلاقات
بنزور الحسية كشيء كلي، إن أنا بجمع وليكن في تجربة حجم الغاز، الغاز ده عبارة عن إيه، بهتم بدراسته وهكذا، زي مثلا الحرارة، الانصهار، فبتعمل على إدراك كافة الجوانب الخاصة ببحث معين أو بخاصية معينة، زي مثلا الفلزات واللا فلزات، الخصائص المشتركة والخصائص المختلفة أو المتباينة، يعني أدنى شباب من خصائص التفكير العلمي الموضوعية. رجل العلم لازم بيكون اعتماده على شيء واحد فقط، وهو السلطان، وهو سلطان العقل. طيب، هل مشاعر أو عواطف أو رغبات أو أهواء؟ لا طبعا، لازم ان هو بيكون محدد، ان تفكيره بيكون تفكير عقلاني وموضوعي، الموضوعية البعد عن اي مشاعر او نزوات او شهوات. من خصائص التفكير العلمي شباب ايضا ان هو يكمن، يعني يكمن، يعني اعتماده بيكون على لغة الرياضيات، ودي لغة صريحة استخدمها العلماء في تحديد الكمية. برضه من خصائص التفكير العلمي شباب ان هو اجراء العلم ما بيهتمش بشكل الشيء الظاهري، العلم بيهتم بالشيء الداخلي، ان انا عاوز اعرف الباطن. يبقى اذا يا شباب اتكلمنا عن التفكير العلمي، اتكلمنا عن مبادئ التفكير العلمي، اتكلمنا وراجعنا عن خصائص التفكير العلمي او مميزات التفكير العلمي. تعالوا برضو نستكمل مهارات التفكير العلمي عبارة عن ايه. مهارات التفكير العلمي يا شباب دي المهارات اللي بيستخدمها العالم أثناء التجربة. أول مهارة معايا الملاحظة، ببدأ ألاحظ الشيء المتواجد، عملية انتباه منظم ومقصود للظاهرة عشان أكتشف أسبابها. ما يجي أقول لك مثلا اشرح لي أنت متواجد فين، فتبدأ تعمل لي عملية ملاحظة كده وتبدأ تشرح لي المكان اللي أنت متواجد فيه. يبقى تاني يا شباب الملاحظة عملية انتباه منظم ومقصود. طب والتجربة؟ التجريب ده عبارة عن الملاحظة المضبوطة اللي بتتحكم في جوانب الظاهر. طب يعني ايه؟ يكون عندي تحكمات كمية، يكون عندي تحكمات صارمة، ان التجربة ليها اداء معين واداء محدد. من مهارات التفكير العلمي ايضا يا شباب التصنيف، وسبق واتكلمنا عنه في مهام رجل العلم لما اتكلمنا عن الوصف. التصنيف يا شباب بيكون عبارة عن مجموعات، المجموعات دي بيكون ما بينها خصائص مشتركة، بمعنى وليكن مثلا طلاب الصف الأول الثانوي، ايه الخاصية المشتركة ما بينهم؟ ممكن سن بيتراوح من 15 ل 16 سنة. يبقى تاني يا شباب تصنيفنا مثلا بقى وليكن مثلا بالفيزياء، للكيمياء، للأحياء، تصنيفات محددة. أيضا من مهارات التفكير العلمي القياس. طيب هو ايه معنى القياس؟ القياس يا شباب ان رجل العلم بيستخدم اجهزه معينه من خلالها بيبدا يشخص الظاهره. وليكن ابسط مثال، طبيب، الدكتور اللي انت بتروح له تستخدم السماعه في عمليه الكشف، وهكذا. كل دي ادوات يا شباب، طلاب بقى الهندسه او المهندسين، لا مسطره، وهكذا. فالقياس ان انا بستخدم ادوات واجهزه معينه عشان ابدا اكشف عن تشخيص الظاهرة. ايضا يا شباب من مهارات التفكير العلمي تحليل المتغيرات. طيب ايه هو المتغيرات؟ عندي 3 متغيرات. اول متغير، متغير المستقل، وده المراد معرفة درجة تأثيره. تاني متغير معايا وهو المتغير التابع، وهو المراد معرفة درجة تأثره بالمتغير المستقل. تالت متغير معايا وهو المتغير الدخيل. المتغيرات الدخيلة يا شباب بتكون متواجدة في التجربة وبتؤثر في الظاهر. طيب مبدئيا كده ألاقي مثلا حد قاعد بيفكر دلوقتي، في حد بتقولي بيتأثر وبيؤثر. وصلت مثلا وليكن أبسط مثال، لما أقول تأثير الدواء على صحة المريض. تاني يا شباب تأثير الدواء على صحة المريض. طيب هو مين اللي هيأثر على صحة المريض؟ الدواء. يبقى الدواء ده متغير مستقل. ليه؟ لأن المراد معرفة درجة تأثيره. طيب المتغير التابع هو المراد معرفة درجة تأثره. طيب هو إيه اللي هيتأثر بالدواء؟ الصحة الجسدية الخاصة بالمريض. يبقى ده عبارة عن إيه؟ يبقى عبارة عن متغير تابع. لكن يا شباب المستقل معرفة
درجة تأثيره والمتغير التابع والمراد معرفة درجة تأثره بالمتغير المستقل. طيب هلاقي برضه حد يقول ايه، بس ما كلمتناش عن المتغيرات الداخلة. المتغيرات الداخلة يا شباب شفت كده اللي هو شفت الحرامي، هي متواجدة تمام ولكن خفية. وليكن مثلا تأثير الدواء على صحة المريض، الدواء ده ممكن يكون ليه آثار جانبية، ارتفاع مثلا في ضغط الدم، انخفاض في ضغط الدم، ارتفاع في السكر، انخفاض مثلا في مستوى السكر في الدم وهكذا. فدي بتكون متغيرات داخلية كده وتقتحم التجربة يا شباب. تاني اتكلمنا عن مهارات التفكير العلمي، بيجي منها أسئلة متعددة وممكن نسبة كبيرة بتيجي في الامتحانات. عرفنا ايه هي المتغيرات، عرفنا ايه هو القياس، اتكلمنا برضو عن التصنيف، اتكلمنا عن الملاحظة والتجريب. تعالوا بينا ننتقل للأسئلة. مجموعة الأجراءات التي يتبعها العالم بحيث يخضع موضوع للمسألة والاختبار، نستخلص من ذلك إحدى مهارات التفكير العلمي. طيب هو هنا بيتكلم عن إجراءات، يبقى هنا عبارة عن إيه يا شباب؟ إجراءات وتحرك وعملية انتباه، هنا طبعا المقصد الملاحظة والتجريب. طيب تاني سؤال معايا، مهارة تختص بتبويب الأفكار والمعلومات والوقائع بحسب أوجه التشابه والتباين، دي طبعا مهارة من مهارات التفكير العلمي. أوجه التشابه إيه وأوجه تباين إيه؟ طبعا يا شباب بنتكلم عن التصنيف زي ما ذكرت، لو حد وقع منه حاجة يرجع تاني في التسجيل من الأول. احنا هنتكلم باستفاضة تامة بحيث ان انت تطلع من الحصة ان شاء الله يكون عندك إلمام بكافة جوانب مادة الفلسفة للترم التاني، اللي بيتكلم طبعا عن مبادئ التفكير العلمي. نستكمل الأسئلة، هي اتباع طريق محدد، خطة واعية بغية الوصول إلى نتائج. تفسر العبارة إحدى خصائص التفكير العلمي وهي يا شباب بتبع طريق محدد عشان أوصل للشيء ده. يبقى بسيطة خالص إن التفكير العلمي هادف. طيب السؤال الرابع، عندما يعرض عليك المعلم 3 موضوعات لمناقشة أحدهما في الحصة القادمة، وتستقر بعد البحث على اختيار الموضوع الأول، في تلك الحالة تكون قد استخدمت إحدى خصائص التفكير العلمي وهي. طيب هنا ببساطة إن هو كان ليه مطلق الحرية في اختيار البحث وإن هو يبدأ يناقشه. طبعا يا شباب هنا بنتكلم عن الحرية. خامس سؤال، أينشتاين يقول الإنسان الذي لم يخطئ لن يجرب شيئا جديدا. يعني إيه؟ يعني أنا بجرب مرة واتنين وتلاتة، يبقى طبعا يا شباب اختار التجريب. نستكمل، عندما يجمع العالم أكبر قدر من المعلومات الحسية من حواليا كده وأبدأ أكتب وأبدأ أعمل عملية إيه يا شباب؟ طبعا ببدأ ألاحظ الموجودات المتواجدة حولي. بيكلمني طبعا إيه مهارة التفكير العلمي، يذكر 2 منهم. طبعا زي التصنيف وأوجه التشابه والتباين، وطبعا وجود مجموعات ما بينها خصائص مشتركة وتحديد المتغيرات، عندي مثلا زي المتغير المستقل أو التابع وهكذا. تعالوا برضه يا شباب نتكلم عن خطوات التفكير العلمي. هو التفكير العلمي ليه خطوات؟ اه طبعا ليه خطوات. طيب ايه خطوات التفكير العلمي؟ اول خطوة معايا يا شباب الشعور بالمشكلة. طيب هو يعني اصلا الشعور بالمشكلة دلوقتي، وليكن انت خارج من باب البيت الخاص بيك وقفلت الباب، جيت راجع مروح البيت فجأة لقيت الباب مفتوح، بدأت تشعر بالقلق، في خلل هنا اللي هو ازاي انا قافل الباب وازاي ارجع ليه مفتوح، فالشعور بمشكلة، فبتبدأ ان في خلل او في خطأ في الامر. طيب الخطوة التانية بتبدأ تحدد المشكلة. طيب بحدد المشكلة ببدأ بفكر وانظم خبراتي السابقة، مثلا ممكن يكون اخويا فتح الباب، ممكن يكون حرامي، ممكن، فببدا احدد المشكله وببدا احط ايدي على لب الموضوع. طيب من ضمن ايضا الخطوات، خلاص انا حددت المشكله، طب عاوز بقى اقترح الحلول. ابدا مثلا وليكن شخص يا شباب حس بارتفاع في درجه
حرارة جسمه، فعمل تحليل فلقى ان عنده فيروس كورونا. طيب هنعمل ايه؟ هبدأ اقترح الحلول، هبدأ افرض الفروض. طب اقتراح الحلول ده، هل مثلا البس واقي، هل اخد مثلا مصل، هل اخد ادوية معينة، هل اعزل نفسي، بقترح حلول. طيب بعد ما نقترح الحلول ايه اللي بيحصل بقى؟ بنبدأ نختبرها، نبدأ نختبر الحلول المتواجدة يا شباب، نختبر الفروض. طب هو يعني ايه اصلا يا مس فرد؟ الفرد يا شباب هو عبارة عن فكرة مبدئية بتقتحم الحدث وبتحاول انها تحل المشكلة. بفترض مثلا، وده كلام عامي، بفترض مثلا ان انا وليكن السنة القادمة مثلا انسان مثلا او شخص ما سوف يذهب الى السعودية، وده عبارة عن ايه؟ فرض بفترضه ان هو يحل مشكلة ما، وهكذا يا شباب. طيب خامس خطوة عندي ودي الأخيرة، بعد ما اختبرت الفروض ببدأ ان انا اتوصل للفرد الصحيح، هو من خلال اختيار افضل البدائل يا شباب، وده طبعا المكون الأخير. وبكده بكون اخترت صح اختياري. يبقى يعني يا شباب نراجع مع بعض خطوات التفكير العلمي، بحس بمشكلة، ببدأ أحط إيدي، بحدد المشكلة، بحط لب الموضوع وأحدد الموضوع، بقترح الحلول، ببدأ أختبر الحلول، وفي النهاية بتوصل للمكون الأخير اللي هو اختيار أفضل البدائل. تعالوا برضه يا شباب نتكلم عن معوقات التفكير العلمي. طيب هو ايه اصلا كلمة معوقات دي؟ تعالوا كده نراجع مع بعض. معوقات يا شباب يعني اشياء بتنتج ان التفكير العلمي ده خاطئ، بس لا، التفكير العلمي لازم علماء ودقيقين طبعا يا شباب، مفيش حد كبير على الخطأ. اي شخص ممكن يخطئ، ولكن في النهاية بيتعلم من خطأه. طيب من معوقات التفكير العلمي أول خطأ معايا الأخطاء المنطقية. الأخطاء المنطقية كده لو نراجع مع بعض هو عبارة عن التسرع والتعجل، إن أنا بصل لقوانين من مقدمات خاطئة. وليكن مثلا كل الطلاب ناجحون، أحمد طالب، إذا أحمد راسب، إزاي يا مس أنت لسه قايلة إن كل الطلاب ناجحون؟ أنا توصلت النتيجة تسرعت. تاني يا شباب نربط الأخطاء المنطقية، معناها إيه؟ معناها التسرع، تمام؟ هنا مثال بسيط، تسرع الطبيب وتشخيصه للمرض بدون إجراء تحاليل وأشعة. شخص ما حس بدوخة مثلا، لازم بيعمل تحاليل اشوف مثلا عندي انيميا، رحت للدكتور كتب لي على طول وليكن دواء معين. طب ما هو ده عبارة عن اخطاء منطقية. الطبيب تسرع ان هو يشخص المرض المتواجد. من ضمن ايضا يا شباب المعوقات التفكير العوامل الانفعالية والوجدانية. كل واحد مننا عنده مستوى قلق محدد. لو مستوى القلق ده عالي عند الإنسان بيبدأ يحصل خلل، الإنسان ما بيكونش متزن، وده بيعرضه طبعا، ممكن الإنسان يغيب عن الوعي، ممكن ببساطة خالص بيعرضه لضغط نفسي وانفعالي. برضه شباب من العوامل الانفعالية والوجدانية، نركز في كلمة الوجدانية دي، تغليب الأهواء والمصالح الذاتية. مثال بسيط مثلا شخص قتل شخص آخر، وليكن الشخص ده قريبه محامي، هل يدافع عنه بصفته قريبه ولا لا، يتبع ويبتعد عن العوامل الانفعالية والوجدانية، المفروض ان هو يبتعد الأصح من خلال سلطان العقل، وهكذا. من ضمن أيضا يا شباب معوقات تفكير علمي انتقاء المعلومات والبيانات من غير ما اعمل عملية تحليل، ودي كانت بتقابلنا كده في أخطاء لو تفتكروا في الترم الأول قبلية الاستواء، إن أنا بسمع شيء وعلى طول بصدقه وهكذا. لا طبعا، رجل علم مينفعش إن هو ينتقي المعلومات والاستنتاجات. أنا ببساطة خالص بدرك المعلومات اللي أنا عاوزها، بيكون عندي عملية إغفال عن الجانب الآخر، وليكن بحث علمي أو عالم شغال في بحث علمي بينتقي المعلومات اللي بتقابل وجهة نظره، ويكون عنده إغفال عن وجهة النظر الأخرى، وده طبعا شيء خاطئ، لازم إن هو يكون عنده إلمام بكافة الجوانب. برضه يا شباب من معوقات التفكير العلمي
تقبل البيانات والمعلومات دون نقد. بمعنى ايه؟ ان انا بتقبل المعلومات من اي شخص من غير ما اعمل عمليه بحث وتمحيص، وده طبعا خطأ. لازم ببساطه يا شباب الانسان يعمل عمليه فحص وتمحيص للافكار المتواجده قبل ما يتقبلها او قبل ما يعتمدها، يشوف فعلا هل هي افكار صحيحه ام افكار خاطئه. بعدين يا شباب اتكلمنا عن مهارات التفكير العلمي، واتكلمنا عن معوقات التفكير العلمي، الاخطاء المنطقيه، العوامل الانفعاليه والوجدانيه. وزي ما احنا عارفين طبعا الوجدانيات اللي هي الاهواء والمشاعر. لازم يكون عندنا ادراك بكافه جوانب الماده من حيث المهارات او من حيث خصائص التفكير العلمي او معوقات التفكير العلمي. ومعانا برضو تدريبات، تعالوا كده نشوف مشكله تواجد القمامه في الشارع تكمن في صعوبه جمعها والتخلص منها تواجدها بكميات كبيره. نستخلص من ذلك احدى خطوات التفكير العلمي، هو حط ايده على لب الموضوع ان هي صعب جمعها والتخلص منها لأن متواجد كميات كبيرة. يبقى طبعا هنا يا شباب هنختار ايه؟ تحديد المشكلة. السؤال التاني، الشخص الذي يسيطر عليه نفسه يصبح دوره في الحياة سلبي. وضح ذلك واحدة معوقات التفكير العلمي. شخص يسيطر عليه نفسه، يسيطر عليه بقى الأهواء، يبقى ببساطة خالص ان يا شباب تأثير السمات الشخصية عليه. نستكمل السؤال الرابع، تكهن يضعه الباحث للتعامل مع المشكلة. تصف العبارة إحدى خطوات التفكير العلمي وهي بتكهن إن أنا أقدر أحل المشكلة دي. يعني إيه؟ يعني بقترح مجموعة من الحلول اللي هو باختصار يا شباب فرض الفروض. طيب السؤال الخامس، تحكم طالب باختياره القسم الأدبي بسبب صعوبة مادة الكيمياء دون معرفته الكاملة بالمواد الأدبية. تعجلها يعني تسرع، فوجد صعوبة أكبر في التحصيل الدراسي. يطبق ذلك إحدى معوقات التفكير العلمي. طب هو اتعجل يا شباب، يبقى هنا إيه؟ ده طبعا أخطاء منطقية، عنده سرعة وتعجل في اختيار القسم التاني. طيب السؤال السادس، عذرا، رجل الحكيم يكون مطمئنا بينما ضيق الأفق، فعادة ما يكون متوترا، ويشير ذلك إلى إحدى معوقات التفكير العلمي وهي. طيب يا شباب الشخص المطمئن راجل حكيم انما ضيق الافق ده، طيب ده بيكون من تأثير ايه؟ العوامل الانفعالية عليه طبعا. طيب السؤال السابع، اكتشاف تمام اكتشف علماء جامعة هارفرد سر السعادة بعد دراسة امتدت لفترة زمنية طويلة، حتى توصلوا بعد هذه الفترة ودراسة الأجيال المتعاقبة إن من يمتلكون مفتاح السعادة هم من يمتلكون علاقات جديدة. يشير ذلك إلى إحدى خصائص التفكير العلمي. ركز كده يا شباب، الأجيال المتعاقبة وتعاقب مع كان الشيء ده إيه؟ ماشي على لاين معين اللي هو طبعا شيء استمراري. السؤال الثامن، يقع بعض الشباب الغير ناضج في المشكلات حيث يرسلون وفق آراء رفاقهم بغير فحص لهذه الآراء. طيب أنا هنا ببساطة خالص إنسان اللي هو بيمشي ورا أصدقائه من غير عملية فحص وتمحيص. أنا ببساطة يا شباب هو بعمل عملية تسليم بالمعلومات دون نقد. السؤال التاسع، استخرج المتغيران المستقل والتابع. عندي هنا ببساطة تأثير سوء التغذية على النمو الصحيح للأطفال. طيب هو إيه اللي هيأثر على نمو الأطفال؟ سوء التغذية. يبقى سوء التغذية متغير مستقل ومتغير التابع اللي هو على النمو الصحيح للأطفال. تعالوا برضه يا شباب نتكلم عن التفكير الناقد والتفكير الإبداعي باستفاضة. طيب إيه هو التفكير الناقد؟ التفكير الناقد يا شباب إن الإنسان بيبدأ يتعرف على افتراضات، ومن خلال الافتراضات دي بيستخلص نتائج. يبقى تاني يا شباب التفكير الناقد، انا بتعرف على افتراضات ومن خلال الافتراضات بستخلص نتائج وببدأ اعمل لها عملية تفسير وتقويم للحجج. يبقى تاني، طب يعني ايه تفسير وتقويم الحجج؟ هنتكلم عنه تفصيليا دلوقتي. طب تعالوا برضو بينا يا شباب نتكلم عن التفكير الابداعي، نعمل مقارنة كده. التفكير الابداعي يا شباب عبارة عن ايه؟ ببساطة الإبداع هو اكتشاف علاقات ووظائف جديدة.
وضعها في صيغة مبتكرة. بس في حاجة، مش لازم ان العناصر دي تكون جديدة كل جديد. بمعنى ايه؟ ولكن مثلا الهاتف المحمول، هل الهاتف المحمول جديد وشيء؟ لا، شيء قديم ولكن بيعاد عملية تحديثه. فالتفكير الإبداعي التاني مش مقتصر ان العناصر بتاعته تكون جديدة كل جديد، لا، ممكن انها تكون قديمة وبيعاد تحديثها. وهذا يا شباب التفكير الإبداعي تفكير مركب وهادف، عاوز اتوصل لشيء يقدر يحل لي مشكلة معينة، فكر بطريقة جديدة. حتى دايما اقول ان التفكير الإبداعي يتصف بالجدة والأصالة. تمام، الشيء ده أصيل كلما قلت درجة شيوعته زادت درجة أصالته. تعالوا بينا بقى نتكلم عن مهارات التفكير الناقد. ايه هي مهارات التفكير الناقد يا شباب؟ اول مهارة معايا وهي التعرف على الافتراضات. طيب معناها ايه؟ ببساطة خالص، ان دي قضية الانسان بيسلم ان هي هتحصل في المستقبل. وليكن مثلا ابسط شيء، طلاب مثلا الصف الاول الثانوي هيمتحنوا في شهر مايو القادم. انا بفترضه افتراض، تمام، عشان أسئلة بتيجي إن الإنسان بيفترض شيء هيحصل في المستقبل، فده بيكون عبارة عن التعرف على الافتراضات. تاني مهارة معايا مهارة الاستنتاج، ودي نتيجة بيستخلصها الفرد. وليكن وجدت دخان مثلا في عمارة، فبدأت أستنتج إن في حريق هنا، وهكذا. يا شباب رأيت مثلا الأرض مبتلة، استنتجت ان الامطار تساقطت. فالاستنتاج كده ليه مفتاح هو الاستخلاص. تالت مهاره معايا مهاره تقويم الحجج. يعني ايه تقويم الحجج؟ انا لما اجي اقوم حجه لازم اعرف جوانب القوه والضعف، يعني ايه اصلا الحجه والدليل والبرهان. فبفضل يا شباب اشوف ايه جوانب القوه والضعف، اعمل عمليه المام بكافه جوانب الموضوع، أشوف القضية والآراء المتعلقة بيها، وهكذا. أيضا من ضمن مهارات التفكير الناقد مهارة التفسير. طبعا التفسير خدنا برضو في ما يمر العلم، فالتفسير يا شباب هو العثور على علة سبب وقوع الشيء. عندي مثلا مثال بسيط، سبب ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع إن هما بيعتمدوا على التكنولوجيا اللي بتقلل من نسبة العمالة. تعالوا أيضا ننتقل لمكونات التفكير الناقد. أول حاجة يا شباب وهي القاعدة المعرفية. طيب هو يعني ايه القاعدة المعرفية؟ يعني ايه أصلا مكونات التفكير الناقد؟ مكونات التفكير الناقد يا شباب مكونات بتكون موجودة أصلا في مخ الإنسان. وأولهم القاعدة المعرفية، دي مجموعة المعلومات والاستخلاص اللي بتحفظ لك كده في الذاكرة طويلة المدى، والخبرة والتعلم السابق المتواجد أو اللي أنت حصلت عليه. والقاعدة المعرفية شباب بتمكنك من معرفة التناقض أو معرفة الاتساق. الاتساق هنا بمعنى إيه؟ الاتساق التناسق في الشيء، إن الشيء ده يكون متناسق. بعدين يا شباب القاعدة المعرفية دي المعلومات اللي بيعتقدها الفرد، وبتمكنه من معرفة التناقض أو الاتساق في الأدلة والبراهين. عندنا هنا مثال بسيط، معرفتك بأن الاجتهاد والمثابرة يؤديان لطريق النجاح. أنا عارف إن الإنسان لو اجتهد إن شاء الله هينجح. ننتقل أيضا تاني مكون معايا وهو الأحداث الخارجية. طب الأحداث الخارجية عبارة عن إيه؟ الأحداث الخارجية يا شباب بتكون عبارة عن مثيرات بتثير إحساسك يا إما بالتناقض أو الاتساق. بمعنى وليكن مثلا أنا سمعت إن طالب من الطلاب رسب رغم إن هو كان مجتهد وناجح، فلو في تناقض في الافكار كده، ازاي القاعده المعرفيه بتقولني ان الشخص ده كان مجتهد معاكي وسمعتي من الاحداث الخارجيه ان الشخص ده رسب؟ طيب عندي حاجه برضه شباب من مكونات التفكير الناقد اسمها النظريه الشخصيه، ودي بتكون عباره عن وجهه نظر الشخص. طب وجهه نظري دي انا بستمدها منين؟ بستمدها من القاعده المعرفيه عشان افسر الاحداث الخارجيه اللي انا سمعتها. تاني يا شباب، النظرية الشخصية وجهة نظري استعملتها من القاعدة المعرفية من المعلومات عشان أبدأ أفسر الأحداث الخارجية اللي أنا سمعتها. أيضا يا شباب من مكونات التفكير الناقد وهو الشعور بالتناقض أو عدم الاتساق. يعني ايه الشعور بالتناقض؟ إن في مشكلة وفي تناقض في الأفكار وأنا متوصلتش لحل.
وببدأ هنا طبعا آخر مكون معايا وهو حل التناقض، ده بيكون من خلال خطوات التفكير الناقد وهنتكلم عنها بإذن الله. تعالوا بينا برضو على مراحل التفكير الإبداعي. مراحل التفكير الإبداعي سهلة جدا، أنا شخص مبدع بنتج فكرة جديدة، فليها مجموعة من المراحل. أول مرحلة معايا وهي مرحلة التهيئة والإعداد. وليكن مثلا شخص عاوز يعمل جاكيت معين بتفصيلة معينة، بيبدأ يجمع معلومات يا شباب حول مثلا هو حابب لون ايه، ومقاسه وطوله وهكذا. في مرحلة التهيئة والإعداد أنا بجمع مجموعة من المعلومات حوالين المشكلة. تاني مرحلة، مرحلة الاحتضان. طب يعني ايه الاحتضان؟ الاحتضان عبارة عن الاختمار يا شباب. ممكن على فكرة كلمة الاحتضان ما تجيش والاختمار تيجي، مفيش مشاكل. طيب هي عبارة عن ايه؟ أنا بختمر المشكلة في البنية المعرفية الخاصة بمخ الإنسان لفترة من الزمن. يعني حصل لك مشكلة على طول ما استنتجش، لا ده أنا في كده اختمار بفكر وابدأ يحصل عملية إنتاج لفكرة جديدة. ودي تالت مرحلة معايا وهي مرحلة الإشراق، بيطلق عليها انبثاق شرارة الأمل إن خلاص فعلا الفكرة بقت متواجدة على أرض الواقع. طيب ولكن مثلا الشخص ده عمل الشكل، هل بكتفي بده؟ لا، في آخر مرحلة معايا شباب هي مرحلة التحقق، ودي بيتم فيها التأكد من دقة إن المنتج فعلا صحيح ودقيق. تعال نستكمل بقى تدريبات حل أسئلة. طيب إذا كان كل العرب أحرار وإن المصريين عرب، فنصل إلى نتيجة إن كل المصريين أحرار. طيب ده بيكون عبارة عن إيه يا شباب؟ دي طبعا مهارة الاستدلال زي ما ذكرت قبل كده معاكم، إن الاستدلال إن أنا بنتقل من معلوم لشيء مجهول وبستدل عليه، زي ما قلنا مثلا إن كل الطلاب ناجحون، أحمد طالب. استدلالي أو استنتاجي إن أحمد ناجح، فدي طبعا بتدل على الاستدلال. السؤال التاني، علمنا بأن كل اجتهاد يؤدي للنجاح في جميع نواحي الحياة، يمثل ذلك إحدى مكونات التفكير النقدي. علمنا يعني عرفنا، يعني حاجة مكونة لنا في إيه؟ في القاعدة المعرفية. ننتقل للسؤال التالت، حل المصطلحات التالية. الأسئلة المقالية يا شباب مهمة جدا. إيه هو التفكير الناقد؟ اتكلمنا عنه، وقدرة الشخص إنه يبدأ يتعرف على افتراضات ويستخلص نتائج بطريقة منطقية وسليمة، ويبدأ يفسر البيانات ويقوم الحدود. النظرية الشخصية طبعا اللي هي وجهة نظر الشخص اللي بيستمدها من القاعدة المعرفية واللي بتفسر الأحداث الخارجية. تالت سؤال معانا، مهارة الاستنتاج. الاستنتاج يا شباب دي نتيجة بيستخلصها الشخص من معلومات أو بيانات أو وقائع، وبتبقى معدة للافتراضات. زي ما ذكرت مثلا ليكن الإنسان رأى مثلا حريق أو رأى دخان، فبيستنتج إن ده حريق وليكن. فالاستنتاجات هي عبارة عن استخلاصات. تعالوا برضو على السؤال الرابع، وقع صديقي في مشكلة عندما أراد إدخال مكتبه من باب الغرفة ولكنه لم يدخل، فقام بقياس المكتب وقياس الباب لمعرفة سبب عدم دخوله. طبق ذلك إحدى مراحل التفكير الإبداعي، وعاوز يعرف سبب عدم دخول المكتب. بدأ يجمع معلومات، يبقى نختار هنا يا شباب جمع المعلومات زي ما ذكرت كده، التهيئة والإعداد. تاني مرحلة معايا مرحلة الإبداع التي يتم فيها اختمار. طب الاستمرار اللي هو ايه؟ طبعا الوقت، الاحتضان. نستكمل السؤال السادس، اذا لم يكن لديك الاستعداد لتغيير خطتك في كل مرة تواجه فيها تحدي او مصاعب، فمن الممكن ان تفشل. يؤدي ذلك على احتياجك لاحدى مهارات التفكير الابداعي. وهي طبعا يا شباب ان الانسان يكون عنده فكرة التغير، فدي طبعا مهارة من مهارات التفكير الابداعي، وهي طبعا المرونة. السؤال السابع، جسد الجي بي اس نموذج للتفكير الإبداعي، وعند استخدامك له تذهب إلى أي مكان معين يقترح لك أكثر من طريق لتختار. جسد ذلك مهارة. بص يا شباب، لو جاء يكلمني عن أي شيء مستحدث، ودي طبعا من مهارات التفكير الإبداعي،
أنا هنا بتكلم عن مهارة الأصالة. أي شيء استحدث يا شباب، طيب ليه مهارة الأصالة؟ لأن طبعا بيقال إنما كلما قل درجة شيوعه زاد درجة أصالته. بيتكلم عن أي تحديثات خاصة بالتعليم، خاصة بالنظام الاقتصادي، بالنظام الزراعي، أيا يكن. فالأصالة شباب بالتحديث والتطور المستمر. السؤال الثامن، القدرة على توليد فكرة بسهولة عن طريق توجيه مسار التفكير بحسب تغير المسير أو متطلبات الموقف. طيب المقولة السابقة، إحنا مهارة التفكير الإبداعي. طبعا شباب هنا بنتكلم عن المرونة، إن أنا بغير أفكاري ويكون عندي مرونة فكرية. طيب السؤال التاسع، اكتشاف تحلية المياه البحر يجسد ذلك مهارة اكتشاف شيء جديد. وطبعا زي ما قلنا نتكلم عن الأثر. السؤال العاشر، عندما تفكر في مشكلة تمر فيها وفجأة تدرك الحل، تكون بذلك أدركت إحدى مراحل التفكير الإبداعي. الحل توجد، شرارة الأمل أصبحت موجودة. فببساطة خالص انبثاق شرارة الإبداع. السؤال 11، ظاهرة شاطئ الكابتشينو واحدة الظواهر النادرة التي حيرت العلماء حتى الآن، وتحدث بسبب الأملاح في البحار مع المواد العضوية بتتحول مياه البحار إلى مادة رغوية. نقول لك كمان عن السبب اللي بتحدث. يبقى هنا ببساطة خالص إيه، هنا بتكلمني يا شباب إن حدوثها بسبب وجود الأملاح، فدي حاجة جديدة، حاجة لسه ما توصلناش ليها. ودايما في اللي هو أنا عاوز أعرف، في حاجات مجهولة، فما نعلمه يعد قليلا بالنسبة لما لا نعلمه. سؤال 12، قطب ابن الهيثم في مخطوطاته شكوك على بطليموس، اعتراضات على أعمال بطليموس، مشيرا إلى الكثير من المتناقضات التي وجدها فيها برغم عدم تطرق الآخرين. لذلك يوظف إحدى أخلاقيات العالم، وهي بدأ بخصوصها خالص يا شباب، بيعمل عملية إيه؟ عملية نقد وفحص وتمحيص. زي قلت وذكرت إن الروح النقدية معناها الفحص والتمحيص، إن أنا مقبلش أي فكرة اللي عملها عملية فحص وتمحيص وأشوفها هي فعلا صحيحة أم خاطئة. طيب السؤال رقم 13، أثناء حضورك ندوة بعنوان الشباب ومخاطر التدخين، قام أحد الحضور بتقديم نقد شديد اللهجة لزميله، وعرفت بعد ذلك بوجود خلافات شخصية بينهم، يشير ذلك إلى إحدى معوقات التفكير العلمي. طبعا شباب هنا بدأ الانفعالات تحدث، مجاهمات طبعا العوامل الانفعالية والوجدانية. السؤال رقم 14، دراسة التفاعلات التي تحدث في أجسام الكائنات الحية لمساعدتها في الاستمرار على قيد الحياة، صنف ذلك ضمن العلوم. طبعا يا شباب كائنات حية بيولوجي، طبعا كلنا علوم البيولوجية. طيب السؤال 15، يرى الفيلسوف إنه جزء من التفكير الناقد في جوهره، ويعني العلاقة بين الفرضية والدليل الذي يقدم تأييدا له. الفرضية والدليل، هنا احنا بنتعرف على الافتراضات المقدمة يا شباب. نتكلم برضو في سؤال رقم 16، طلب منك معلمك إيجاد طريقة يمكن بها تقليل من أزمة ازدحام طرق المواصلات، وقمت بتقديم العديد عديد من الحلول في فترة زمنية قصيرة. تحقيق طلب معلمك، لابد أن تمتلك مهارة. طبعا شباب هنا بيكلمنا عن الطلاقة، زي ما ذكرت قبل كده إن الطلاقة هي القدرة على استدعاء أكبر عدد ممكن من الاستجابات اتجاه مشكلة معينة. السؤال رقم 17، الوعي بوجود عناصر ضعف في البيئة، ده طبعا بيمثل مهارة الحساسية للمشكلات، إن في وجود ضعف في البنية الخاصة بالبيئة. طيب السؤال رقم 16، كلما قلت درجة شيوعية الفكرة زادت درجة أصالتها زي ما أنا ذكرت. السؤال رقم 19، لا يبدأ العلم أبدا من نقطة الصفر، وإنما يبنى كل علم فوق ما بناه السابق له. تجسد العبارة إحدى خصائص المعرفة العلمية ببساطة وصفة إن العلم دائم فيه نمو، يبقى طبعا دائم النمو والتطور. السؤال رقم 18، البحيرة المنقطة في كندا عبارة عن بحيرة غنية بالمعادن، خلال فصل الصيف يتبخر ماء معظم الماء كشفا عن المعادن التي تظهر في صورة بقع ملونة، لذلك سميت بهذا الاسم. وهنا شباب بيوصف الشيء
وبيبدأ يعمل له عملية تفسير. السؤال رقم 21: نطاق المعرفة التي تنبعث من العلم يتسع باستمرار، كما أن نطاق الجهل الذي يبتدئ العلم ينكمش باستمرار. طبعا يا خصيصا خصائص المعرفة العلمية. تمام يا شباب، هنا طبعا بنتكلم عن استمرارية الشيء، وإن هو دايما مستمر باستمرار الإنسان. نستكمل سؤال 22: دراسة ظاهرة الشمس الكاذبة التي تتمثل في ظهور شموس مزيفة بجانب الشمس الحقيقية، أحد الظواهر التي تقوم بدراستها تصنف ضمن العلوم الطبيعية. طبعا طبعا شباب، ظاهرة الشمس دي شيء طبيعي من صنع الله. طيب السؤال 23: يقوم فتحي جيران إنه نشاط عقلي مركب وهادئ وتواجهه رغبة قوية في البحث عن الحلول أو التوصل إلى نتائج أصلية لم تكن معروفة من قبل. طبعا يا شباب بيكلمني عن التفكير الإبداعي. طيب سؤال 24: مبدعين دور في نهضة المجتمعات لاكتشافهم مجال التكنولوجيا العلاجية ولا تكنولوجيا الطاقة المتجددة؟ الاختيار التالي تكنولوجيا الفضاء ولا كل ما سبق؟ طبعا يا شباب مجالات متعددة في كل، طبعا نختار كل ما سبق. السؤال 25: تنشأ حركة المد والجزر بالفعل جاذبية الشمس والقمر لمياه البحر والمحيطات، ولأن القمر أقرب للأرض فتثير جاذبيته تكون أكبر. شير ذلك طبعا إحدى مهارات التفكير الناقد. نحن بنرد الظاهرة يا شباب للسبب الحقيقي. بسبب إيه؟ بسبب المد والجزر. تعالوا برضو هنا سؤال بسيط: تواصل العلماء والباحثين خلال العصور المختلفة إلى اكتشافات واختراعات أفادت البشرية في جميع مجالاتها. في ضوء العبارة السابقة، طبق بمثال من عندك على دور المبدعين في نهضة الأمم وتقدمها. وليكن مثلا عندي الدكتور فاروق الباز، ده جيولوجي مشهور يا شباب. عندي الدكتور مجدي يعقوب، طبعا من أفضل الأطباء المتواجدين حول العالم. عندي آخر سؤال: اذكر خصائص المعرفة العلمية. طبعا يا شباب المعرفة العلمية منها عقلانية، الإنسانية، لكل من الإطار النظري والفلسفي اللي تنطلق منه، وإن هي طبعا احتمالية وتراكمية وذات جانب اجتماعي. وبكده يا شباب نكون انتهينا من مراجعة الفلسفة للصف الأول الثانوي. نتمنى طبعا التوفيق لطلبة الصف الأول الثانوي، وأتمنى إن شاء الله إن الحصة تفيدكم، وعملنا عملية إلمام بكافة جوانب المنهج. كان معاكم ميس زينب زكي، مدرسة المواد الفلسفية من منصة إيديوفيرس. منصة إيديوفيرس كمان يا شباب يعني بتتيح للطلاب، عندها أكبر بنك أسئلة. ممكن إن أنت تدخل تختبر نفسك في مادة الفلسفة وفي جميع المواد الصف الأول الثانوي، تختبر نفسك في الأسئلة، وكل درس عليه مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة ممكن تختبر نفسك فيها. أتمنى طبعا التوفيق والنجاح لكل الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.